أرحبكم جميعاً في هذه الندوة المتحدثة عن اليوم العالمي للبيئة الذي بدأ احتفال دول العالم به في العام 1973. بكافة الحضور ونشكرهم على تلبية دعوتنا والتي سنبدأ بها نحن رواد هذه الخصوص، إن ليبيا اليوم تحتاج إلى مزيد من البذل الجهود والعطاء من الجميع. وفقكم الله ورحمة الله وبركاته وشكرا. الذي يصادف هذا اليوم 6/5. في حالة متدهورة بسبب الطبيعة وقلة من دول العالم المعترف بها في الأمم المتحدة ومجموعة في اليوم 5 يناير الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي حددته الأمم المتحدة عام 1973. خاصة في مثل هذه الأيام. كذلك البحيرات والأراضي الرطبة التي تحتجز الكربون بنسبة 20-30%، وأنها توفر الحياة ل18 إنسان كل عام في تحقيق التنمية المستدامة تحت شعار أرضنا مستقبلنا ومعا نستعيد كوكبنا. إذا ما هو دور المجتمع المدني والحركة الكشفية وهو جزء من هذا المجتمع؟ إجراءنا الكشفية من أشبال المظاهرات والكيان وفتيات ومتقدم وبحرية ومشدد. دول المجلس الحاضر قدامهم، ولكن احتراما للقائدات اللي اتصلن بيا، انا اجمل شيء انه ما تكونش هي ندوه علميه، لان صراحه للامانه انا مليت من المؤتمرات العلميه والندوات العلميه، لان اكثر اللي كان يحضر في المؤتمرات العلميه والندوات العلميه من اهل التخصص، معناها الفائده ما فيش حد استفاد. لكن انا اتمنى حنلخص الموضوع ونتمنى رساله خاصة القادة والقائدات لما يوصلوا رسالة. أنا فعلا القائد نجيب قال المفروض مادة البيئة أو السلامة والصحة المهنية والبيئة المفروض تدرس في المدارس. البيئة أنا حنتكلم عن المخاطر الصحية خاصة المواد البلاستيكية. الكثير من الناس ما يعرفش شنو هن المواد البلاستيكية. طبعا المواد البلاستيكية هي عبارة بسم الله الرحمن الرحيم. فوزية كبلان، نائب مفوض رابطة رواد كشاف ومرشدات بنغازي. طبعا نحن في كل عام نحتفل بإحياء اليوم العالمي للبيئة. طبعا نحن على مدار السنة مستمرين في تقديم التوعية، تقديم الندوات التثقيفية بالخصوص، زيارة الأماكن، غرس الأشجار. لكن الإحياء اليوم في موعدة اللي هو يوم 5/6 من كل عام نحتفل به عن طريق إحياء بندوة يتم فيها مشاركة عدد من المختصين، دكاترة المختصين، وطرح بعض المواضيع المهمة. طبعا كيف ما الكل عارف ان ارضنا هي مستقبلنا، معا نستعيد كوكبنا. كل عام والجميع بخير. السلام. اليوم طبعا هو اليوم الصادف في اليوم العالمي للبيئة اللي هو 5/7. هذا يوم اشرفت عليه الامم المتحدة واتخذته كيوم شعار. الاول كان لا للبلاستيك، وبعدها دخلت فيه مواصفات اخرى، واصبحت البيئه هي شاغل المشغل في العالم نتيجه التدهور اللي يصير في العالم، نتيجه الجفاف، نتيجه الظواهر الطبيعيه الجديده، الاحصار زي شيء.
بالنسبه للبيئه انا نقول احنا البيئه الليبيه نتمنى ان يكون في تعاون مع المسؤولين. المفروض يكون مسؤول هو مسؤول هو صديق البيئه، هو اللي المفروض يهتم بيها ويدعم. المفروض كل في حيكون في مجلس محلي، المجلس هذا يقوم بارشاد الناس وتوعيتهم. نحن الغرض من هذه الندوه اللي قامت بها رائدات بنغازي بارك الله فيهم فريق البيئه، توعيه المجتمع وتوصيل المعلومه. احنا قلنا لا للبلاستيك لاساس ان احنا البلاستيك هذا نحاول نتخلصه منه بقدر الامكان، لا لابد للزراعة. احنا عندنا مساحات شاسعة في بنغازي في مدن كلها للأسف فيها الزراعة، لا للتداول بالأحشاب، أصبحت الأحشاب تقطع بطريقة عشوائية وطريقة رخيصة جدا تباع في الأسواق، زي الزعتر زي جبل إكليل الجبل زي العرعار زي يعني اللاورو، هذا أصبح من نباتات العالم يعني يهتموا بها، نحن للأسف أخذتها. أتمنى هم المسؤولين أن هم ينظروا نظرة البيئة، لأن هي المشغل هي اللي تعطينا الأكسجين تعطينا الحياة، ولابد أن نزرع القيم البيئية من أطفالنا حتى الكبار، فما في المدارس والرياض الأطفال. شكرا.